شهر واحد اللي جاي؟ برج الجدي شهر واحد. انا اكتشفت ان انتوا اتجوزتوا يوم 11/9 9/11. ايوه تضحكي ليه؟ عشان احنا اخترنا يوم غلط خالص. انا ببص النهارده لقيتكم اتجوزتوا اشمعنى 9/11؟ 11/9 ده وقت البرجين صح؟ اليوم ده اللي كان فاضي تقريبا. والله العظيم اخترنا اللي قلنا يعني نكسر الحاجز اللي هو ان اليوم ده وحش، لا اليوم ده حلو. وشفت شهر العسل بتاعكم كان فيه حيوانات؟ لا 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 لا، الشهر العسل ده كان اوحش حاجه حصلت لي في حياتي. ليه؟ ما انا قلتلك وصلت 47 كيلو كان فوق وقت كنت تعبانه فيه في شهر العسل. وهو تعبك قوي للدرجات دي يعني؟ لا انا كنت جالي حصاوي صدمه فيه مثلا؟ حصاوي على المراره واتنقلت من البلد وجيت على مصر. لا بجد يعني هو ضايقك قوي للدرجه دي اول ما عرفتي؟ فقعلي المراره، ما قلت اتفاعلت والله ده حقيقي يعني. طب هو حس بايه الراجل؟ انت عارفه الراجل ممكن يحس انه مثلا انا وشي حلو ومش حلو عليكي. لا لا، هو انا اول ما رحت هو كان اول يومين تمام، ثالث يوم بدات اتعب، وشي يحمر واسخن واعمل وانا مش عارفه فيا، افتكرت انا جالي تسمم. طلع ان انا مرارتي هي اللي كان فيها حصاوي كثيره جدا وكان المفروض اشيلها، بس جالي التهاب بقى في بطني كله. فقالوا له يعني اقطعوا اجازتكم وارجعوا على بلدكم. هو قال الدكتور فين؟ في سنغافورة. قال ارجعوا على بلدكم لحد ما هي تبقى كويسة، وهتقعد شهر تاكل مسلوق وبعد كده تعمل العملية. يعني مش تعمل عملية حتى دلوقتي، مش هينفع لأن بطنها كلها. طب كانت المشاعر ايه وانتوا راجعين في الطيارة؟ ان ده شهر العسل بتاعنا باظ باظ. باظ بس يعني تمام. لا 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 بس يعني بعد كده. انت النوع اللي بتشائم وتفائل؟ جدا جدا. لا مش في شهر العسل، لا قصدي عامة يعني ممكن اتفاجئ. انت ليه خايفة انه يتقال ان انت متشائمة من شهر العسل بتاعك؟ لا مش منه يعني، هقول لك انا. طب هحكي لك على حاجة، انا في كوفر موبايل حاطاه. انا بقول لك الموضوع واصل معايا لايه، يعني كوفر موبايل حاطاه من ساعة ما حطيته وانا على طول مخنوقة متضايقة قوي. كوفر موبايل غير حياتك. لا انا بتشائم يعني، اقولي انا من ساعه ما ركبت الكفر الموبايل. طب ما تشيليه. شلته. طب الحمد لله شلته وحطيته، بس لسه برضه قلت في الكفر إيه؟ الجديد اخباره لسه ايه؟ لسه. لا ما فيش اي يعني، اقول دايما يعني غيري كفر يا اختي. اقول لك ايه، بتشائم يعني حتى حاجات بسيطه كده اقول ايه انا اتشائمت منه شيلوه. لكن لا ما اتشائمتش من ده، قضاء وقدر بقى اللي حصل. جوازك من احمد ولا قضاء وقدر؟ لا اللي جالي اللي هو المراره. المراره قضاء وقدر يعني، شلتها وخلاص. أنا سعيد جدا إن كنت معانا النهاردة، و جاي زي ما كنت بكلمك على السن أو كده. أنا صادف في شغل، أنا بقالي مثلا 25 سنة بشتغل في البرنامج ده، أنا عاصرت ناس كتير وهم كانوا يعني مثلا عاصرت شيرين وتامر حسني وهم 20 21 22، هم لسه بيبتدوا حياتهم. بس أما بشوف فعلا حد موهوب ببقى عارف إنه موهوب، وبشوف حد نجم بعرف انه نجم. وده برنامج النجوم والناس الناجحه جدا. انا بهنيك على نجاح.